بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم. ممكن زي ما قلت قبل الفاصل ان التغيرات المناخية في الاونة الاخيرة خلت دول العالم كلها تبدأ انها تقول لا احنا محتاجين نقف وقفة واهتمام كبير بقضايا البيئة والمناخ، وطبعا واخدين في الاعتبار تبعات ونتائج التغيرات اللي حصلت واثرها على مستقبل الكرة الارضية ومستقبل على فكرة الاجيال اللي جاية كمان. مصر من 2014 كانت عندها اهتمام شديد جدا وواضح بقضايا التغير المناخ، باعتبار ان احنا لازم ان احنا يعني نجد حلول واضحة وصريحة لفكرة التغيرات المناخية اللي بتحصل دلوقتي، واصبح ضروري والزامي على دول العالم انها تبدأ انها تعمل حماية لكوكب الارض من هذا الهلاك اللي بيحصل. امبارح مصر كانت شريك اساسي في حوار بيترسبرج للمناخ المنعقد في المانيا، واللي كان الحقيقة او بيعتبر من المحطات المهمة جدا لانه بيجي قبل انعقاد الدورة المقبلة من كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ، وان انظار العالم كلها بتتجه لارض مصر وبيعتبر ان ده او اللي حصل امبارح كان اطار للتشاور والتنسيق من عدد كبير من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ. الحوار المهم دوت بيعتبر زي ما قلت لحضراتكم تقدير للدور الحيوي اللي بتقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات اللي فاتت. نتكلم أكتر عن هذا الموضوع، هنتكلم كمان يمكن زي ما قلت لحضراتكم في فصل هو إحنا كمجتمع مدني مفترض إن إحنا نعمل إيه. الناس الأفراد العاديين المواطنين العاديين لازم يبقى عندهم وعي بفكرة التغيرات المناخية. ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا دكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي. صباح الخير يا دكتور مصطفى. مرحب بيكي الإعلامية القديرة فاتن. أهلا بيكي وقناة صدى البلد القناة الوطنية العظيمة اللي غيرت كتير من وجه الإعلام المصري يعني. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. الأول خليني أبدأ بزيارة سيادته لألمانيا، الجلسة رفيعة المستوى اللي تم عقدها امبارح، الحديث عن التغيرات المناخية وما يحدث الآن للكرة الأرضية. شفت امبارح حضرتك ازاي وحضرتك متخصص بقى في هذا الشأن؟ اكيد القراءة هتبقى مختلفة. والله هو الحوار بيترسبرج ده بيأتي بعد مؤتمر برلين، وكان سبق وكمان اجتماع مجموعة السبعة الدول الكبرى او الصناعية الكبرى في العالم، وكان هذا الحوار ضروري او بيقام بصفة كمان دورية من 2009 حتى اليوم ده. المؤتمر او الحوار رقم 13 بيسبق الكوب، وهو دي بتبقى اجتماعات غير رسمية، وكانت في رئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا في هذا المؤتمر، وبدأ الوزير سامح شكري مع وزيرة الخارجية الألمانية واتكلموا عن ان المستقبل بتاعنا يعني احنا بننزلق نحو المزيد من الإجراءات اللي بتقف ضد التنمية المستدامة وضد تغير المناخ، وحذر ان الوضع ده اللي هي بتشهده المنطقة الأوروبية انه يكون وضع استثنائي مش وضع دائم، لان بعض الدول في ظل الأزمة الحرب الروسية بدأت يعني تستخدم الوقود الأحفوري وتستخدم الفحم. صحيح. والوزير سامح شكري أكد على يعني ان الوضع ده يبقى وضع استثنائي مش وضع يعني دائم. الحاجة الثانية ان بيجتمع اكتر من 40 دولة في هذا الحوار لمناقشة الاليات وماذا سيقدم في الكوب 27 القادم. صحيح. وكان في يعني كريسي اللي هي وزيرة البيئة في جنوب افريقيا تحدثت وقالت ان يعني وفقا لمنظمة التعاون الاوروبي ان احنا دلوقتي يعني الحصيلة حوالي 80 مليار على مدار 5 سنوات وفقا لاتفاق الدول العظمى من في 2009، ولكن هذا لا يكفي ان ده بيمثل 2% من حجم التمويل اللي محتاجاه الدول الافريقية. احنا محتاجين على الاقل تريليون سنويا
عشان نعمل التكيف المطلوب وإجراءات التخفيف المطلوب. تفتكر الدول هذه الدول هتستطيع إعطاء هذا المبلغ يا دكتور مصطفى؟ يعني لو احنا بقى بنتكلم فعلا، ودي توجهات السيد الرئيس، ان القارة الإفريقية مش هتدفع الثمن مرتين زي ما احنا قلنا، مرة بان هي ما قدرتش انها تستخدم، والمرة الثانية في منعها من استخدام مواردها علشان ان نتيجة طبعا للتغيرات المناخية. في وطبعا ده بالنظر للمؤتمرات السابقه اللي احنا دايما نلاقيها بتكتب حاجات ويغيروا في اخر لحظه التوصيات اللي بتخرج. هل الدول العظمى الان مع الاوضاع الاقتصاديه قادره انها تعمل ده؟ والله هو كان ممثل الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس الاتحاد الاوروبي في هذا الحوار بعد كلمة وزيرة البيئة لجنوب أفريقيا تايمر ماينز، قال إن إحنا علينا فعلا نقل تريليونات الدولارات للدول المتضررة، وأخطر حاجة في هذا المؤتمر بيتم مناقشتها، وفشل مؤتمر برلين وقبليه جلاسكو في حسم هذه القضية، مبدأ الضرر والتعويض. مبدأ الضرر والتعويض الدول الأفريقية بتتمسك بيه، لدرجة أن النهاردة قسموا مجموعة الوزراء إلى مجموعات صغيرة عشان يناقشوا هذا الموضوع. ولكن اللي احنا شايفينه في هذا المؤتمر أن في عزيمة لدى ألمانيا وبعض الدول الأوروبية أنهم يزودوا من حجم التمويل من أجل التكيف، ويحطوا خطة جديدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين الشهر الماضي للتكيف بتدي المزيد من التمويل. وكانت مؤتمر برلين الماضي الشهر الماضي وافق على موضوع مبدأ التمويل الكمي، وقدم مذكرة غير رسمية من 100 أكثر من 100 دولة، دلوقتي 40 دولة أساسية مشاركين. وكانت على فكرة كريسي اللي هي وزيرة البيئة لجنوب أفريقيا قالت إن إحنا محتاجين من 5 لـ 8 تريليون، ولابد من تدفق تريليون دولار سنويا للدول الأفريقية والدول الجزرية. تعالي شوفي وزيرة كانت في وزيرة عن الدول الجزرية إفجاي قالت إن يعني اللي انتوا بتتكلموا عليه انها أزمة مناخ، احنا بالنسبة لنا كارثة في الدول الجزرية، لان الجزر ابتدت تختفي بالفعل. تعالي بقى ننتقل الى اهم ما كان في هذا الحوار، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما بدأ الكلمة شكر ألمانيا فعلا على جهودها، لان ألمانيا يعني بتقدم نموذج جاد للدول الأوروبية، وكانت في جلاسكو زودت كمان حجم التمويل عن المطلوب منها. صحيح. وألمانيا يعني عقدت مجموعة يعني مؤتمر مجموعة السبع ومؤتمر برلين ثم حوار بيترسبرج. فألمانيا عندها عزيمة وعندها يعني قدرة على حشد المجتمع الأوروبي نحو قضية التغيرات المناخية. ويعني ده الحديث كله لما اتكلم الرئيس قال احنا في ظل بعض الازمات زي ازمة كورونا، زي ازمة الديون، زي ازمة الازمة الروسية الاوكرانية ونقص الغذاء والحرب، المجموعة الازمات دي احنا بنمر فيها بالتغيرات المناخية. وقال انا هحدد 4 حاجات هتكلم فيهم. اول حاجة اتكلم فيها عن ان اصبحت ان الازمة او مشكلة التغيرات المناخية مشكلة وجودية تهدد المجتمعات. صحيح. فالرئيس بيؤمن بالعلم، واتكلم ان احنا لابد ان ننفذ اتفاق باريس، لان اي تأخير في تنفيذ اتفاق باريس هيأتي بضرر اكبر على المجتمعات كلها، وعلى يعني هيزيد من هذه الكوارث. فكانت اول حاجة حددها ان فعلا دي قضية وجودية ولازم كلنا نتشارك لحل هذه القضية، وكل دولة لها التزامات، ولابد أن نراعي البعد يعني القدرات، وفي ظل الشفافية والحوكمة العالمية إن احنا يبقى فيه تشارك بين جميع الأطراف وبناء الثقة. صحيح. ده الموضوع الأولاني اللي حدده. وحدد بعد كده الموضوع الثاني اللي هو الانتقال الطاقة، لأن يعني
أنا دايما في رأيي كلمة بقولها، إن زي ما كان في مؤتمر بريتون وودز والتحول الاقتصادي العالمي نحو الجلوبليزيشن أو العولمة، ونشأ عنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة، النهاردة مؤتمر شرم الشيخ مش مؤتمر عادي، تحول كامل نحو الاقتصاد الأخضر. فلما اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال احنا بندعم مخرجات مؤتمر برلين، اللي حدد او قال ان احنا هندعم الدول النامية، بعض الدول وكانت دول محددة بالاسم، وبندعم ان هذه الدول يعني تستفيد فعلا بالدعم للطاقة والانتقال للطاقة، ان الطاقة تكون متاحة للجميع وبأسعار معقولة، فاحنا عاوزين نتوسع في دعم الطاقة لجميع البلدان النامية. ودي كانت خطة الأمم المتحدة أو خريطة الطريق اللي وافقت عليها الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر الماضي، وكان يعني مجلس الطاقة العالمي أقر خريطة الطريق من قبل ذلك. وحاليا في خطة للأمم المتحدة كانت في مايو، يعني مجلس الطاقة العالمي ومجلس المياه العالمي أقروا الخطة التنفيذية لانتقال الطاقة بحيث أنها تكون متاحة للجميع وبأسعار معقولة. ودي الكلمة أو الحاجة اللي ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من دعم أو التوسع في دعم الدول التي تريد الانتقال النظيف والسريع للطاقة وفقا لاتفاق باريس ووفقا للمخرجات مؤتمر برلين. الحاجة الثالثة اللي اتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أفريقيا، لأن المؤتمر الكوب 27 مصر بتنظمه نيابة عن أفريقيا تحت شعار أفريقيا الموحدة، وكان المندوبين الأفارقة هم الداعمين لمصر كلهم في أن مصر تستضيف هذا المؤتمر وتكون رئيسة هذا المؤتمر، فتحدث عن أخطار المناخية التي تمر بها القارة الأفريقية وهشاشة البيئة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، لأن فيها أماكن كتير قابلة للتصحر والجفاف وبيحصل نقص في الغذاء، واللي بتمر بيه في أفريقيا بنعاني منه نتيجة لسلوكيات على مدار 100 سنة من دول العالم الصناعية أثرت على الدول الأفريقية. يعني تخيلي لما نزلت الأمطار الحمضية على أفريقيا وأدت إلى التصحر والمجاعة، كنا بنشوف على شاشات التلفزيون الأفارقة جلد على عظم وفي مجاعة كبيرة نتيجة للأمطار الحمضية اللي نزلت على أفريقيا جراء حرق غابات الأمازون، وغابات الأمازون دي بتمثل رئة الأرض، تلت أكسجين الأرض بتاخدها من غابات الأمازون. فالعالم قرية واحدة، قرية صغيرة، أي تأثير في أي مكان بيؤثر على الأماكن الأخرى، فإحنا المتأثرين في أفريقيا وإحنا اللي بنعاني جراء التغيرات المناخية، ومطلوب منا أن إحنا نعمل التكيف. فشفنا في الحتة دي بالذات يعني شدد نائب الاتحاد الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية على أن لازم ندعم الدول الأفريقية أنها 20-30 توصل ل50% من بناء قدراتها. طب هو دكتور مصطفى، يعني هذه التحولات الكبيرة أو الحديث الكبير على المستوى الدول والمؤتمرات وخلافه، فكرة بقى الوعي المجتمعي اللي احنا يعني، علشان برضو انا محتاجة ان انا اعرف من حضرتك ده، لان احنا وقتنا يعني خلاص قرب ان هو ينتهي. ففكرة الوعي المجتمعي، دور المجتمعات، المجتمع المدني، تثقيف الناس، زيادة الوعي بالتغيرات المناخية، ده يتم ازاي؟ ده بيتم، احنا يعني كنا اطلقنا مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، مبادرة سفراء المناخ، وهي المبادرة الرائدة في مصر وافريقيا اللي اشتغلت في هذا الموضوع، وبدأنا بوضع خطط للتثقيفية، وحاليا بنشوف كل منظمات المجتمع المدني والمبادرات واخدين برامج المبادرة وشغالين بيها باللي بدأناه وبيكملوا معانا الطريق. يعني بدأنا عملنا أول منصة تفاعلية في ديسمبر الماضي للمناخ، وكانت أول منصة في مصر. دلوقتي ما شاء الله المجتمع المدني شغال، الكثير من المبادرات أطلقت وخاصة لعمل منصات وثيقة التغيرات المناخية، برنامج سفراء المناخ. فاحنا شغالين على مستوى مصر ومستوى أفريقيا لنشر الوعي من خلال
المبادرات، والجامعات دلوقتي بدأت تطلق مبادرات، وفي المدارس دلوقتي دخلوا البعد المناخي في الندوات وفي تعليم الأطفال لأطفال المدارس، وبنعمل برنامج اسمه برنامج سفراء سفير المناخ الصغير. ف سوري. طب يعني شايف حضرتك ان احنا ممكن ننقل المواطن ان هو يفهم ان احنا ما نبداش ان احنا نبقى احنا تصرفاتنا كناس عاديه بنحافظ على المناخ؟ لو حبينا نقول حاجتين ثلاثه سريعا بقى علشان الوقت. طيب في اجراءات فرديه لازم يتم اتخاذها سواء على مستوى الفرد او على مستوى الاسره، والاجراءات الصغيره دي في مجموعها لو عملوها الملايين ممكن تخفض الانبعاثات وتؤدي الى التخفيف. زي مثلا احنا الانتقال لابد من ممارسه الانتقال الاخضر بدلا من، او تجميع البيت مثلا انه ينزل مع بعض في عربيه واحده، الاصدقاء ينزلوا في عربيه واحده، ده كله هيقلل من في طريقه الانتقال. في طريقه الاكل الانسان نفسه لازم يتحول الى يعني تدريجيا الى انه يكون نباتي اكتر، مش بنقول انه ما ياكلش لحوم. صحيح. لان اللحوم بتزود من اطلاق غاز الميثان، زي مثلا ترشيد استهلاك الطاقه في المنازل. يعني دايما بنقول لربه المنزل بدل مثلا ما تحط الكاتل طول النهار في الحنفيه او تحت الحنفيه، ماشي قيسي كده بالكوبايه قد ايه انت عاوزه والمعيار بالظبط خديه، حاولي تطفئي الانوار وتستخدمي الاضاءه الطبيعيه. بعض الممارسات التهويه الطبيعيه افضل من التكييف. فبعض الممارسات اللي ممكن تتخذها ربه المنزل تؤدي الى زياده المردود الاقتصادي لها ودعم وسائل التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف. مش بس كده، احنا تقليل عدد السفريات، بدل ما احنا بنسافر في اوقات ورحلة طيران واحدة ممكن تكون يعني بتطلق غازات احتباس الحراري قد ركوبك للعربية سنتين. صحيح. او استخدامك بس البسيطة لتكنولوجيا المعلومات، تخيلي مجموع 4.7 مليار شخص بيستخدموا الانترنت، وكل سيرش او كل فتح مثلا يوتيوب او فيسبوك او خلافه مكافئ بتاعه 4 جرام اطلاق غازات الاحتباس الحراري. يعني احنا لما بنفتح التليفون نعمل سيرش على فيسبوك او ندخل على صفحاتنا او نلوث البيئه. طبعا. ليه؟ النبضه او السيرش او فتح اليوتيوب او فتح الفيسبوك او فتح الايميل، ده كل واحد مكافئ ليه 4 جرام كربون. بسبب ايه؟ بسبب انك انت بتستهلكي طاقه ازيد، وهذه الطاقه مولده بالوقود الاحفوري بتطلق غازات الاحتباس الحراري. يبقى اذا الاجراءات بسيطه، لو ال 4.7 قللوا من استخدامهم للانترنت، ما فتحوش البريد او ما استخدموش الاستخدامات بتاعتنا بتاعت الانترنت، يبقى في استخدام عادل، ويعرف ان لازم ترشد. يعني في حديث للرسول قال لك رشدي، يعني وانت بتستخدمي المياه اقتصدي حتى لو كنت على نهر جاري. قدامك الانترنت لازم تقتصدي. صحيح. في الاستخدام الانترنت. صحيح. أنا يعني بشكر حضرتك لأن أنا وقتي انتهى. دكتور مصطفى شربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، شرفتنا ونورتنا. إن شاء الله يبقى عندنا بقى يعني لقاءات تانية على مدار الفترات اللي جاية، لأن إحنا مصر الحقيقة بتستعد لي يعني مؤتمر هام. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. أشكرك. شكرا. ويمكن في كلمة أخيرة، إحنا برضو في المجتمع المدني إن شاء الله هنعمل مؤتمر لتمويل المناخ، ندعي فيه كل المنظمات عشان تتعاون في هذا الموضوع مع منظمات المجتمع المدني خلال الشهر القادم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك دكتور مصطفى. مشاهدي الكرام، انا بشكر حضراتكم. كده بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا، مستمرين مع حضراتكم وصباح البلد. انا بشكركم جدا، لكم مني كل التحيه ومن اسره البرنامج. تابعونا بعد الفاصل.